السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تداعيات مقتل مدنيين في إنزال أمريكي في البيضاء يناير الماضي، وذلك على ضوء الاعتراف الأخير للقيادة الأمريكية. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف ويتيل أن نحو 12 مدنيا لقوا حتفهم بغارة نفذت أواخر يناير الماضي ضد تنظيم القاعدة في اليمن. وقال خلال جلسة في مجلس الشيوخ: اتخذنا قرارا على أساس أفضل المعلومات المتوفرة لدينا، لكن ذلك تسبب في سقوط الضحايا المدنيين، مضيفا أنه يقبل تحمل المسؤولية عن أوجه القصور في العملية. إذن هو اعتراف قد لا يتعدى حدود الإقرار بالإخفاق كما يرى مراقبون، لكن البعض يرى بإمكانية استثماره للضغط من أجل إيقاف العبث بأرواح الأبرياء اليمنيين والاتجاه نحو دعم الحكومة الشرعية لتولي ملف الإرهاب، فهي الأجدر نظرا لاعتبارات كثيرة أهمها أن ما تقوم به أمريكا يولد الكثير من الحقد والتعصب. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي يعنيه الأمريكيون بالمراجعة، وهل ستتم نتيجة سقوط المدنيين الأبرياء أم أنها مراجعة من أجل تقليل الكلفة المادية والبشرية الأمريكية؟ كيف يمكن استثمار هذا الاعتراف نحو إيجاد تعاون مع الحكومة اليمنية لتولي هذا الملف؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. اعتراف أمريكي جديد بارتكاب جرائم ضد المدنيين في اليمن، هذه المرة على لسان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الذي أقر بمقتل 12 مدنيا في العملية العسكرية التي نفذت أواخر يناير الماضي في قرية يكلا بمحافظة البيضاء. وقال في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي إنهم اتخذوا القرار بناء على أفضل المعلومات المتوفرة، لكن ذلك تسبب بسقوط ضحايا مدنيين، مشيرا إلى تقبله تحمل المسؤولية عن أوجه القصور في العملية. منذ بدء العمليات الأمريكية ضد ما تصفه بأهداف تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن قبل نحو 16 عاما، وسقوط الضحايا المدنيين لم يتوقف، ولعل أبرز العمليات تلك التي استهدفت منطقة المعجلة بأبين منتصف سبتمبر 2009 بصواريخ كروز، ونجم عنها مقتل نحو 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال. اعتذرت بعدها الحكومة الأمريكية، وتكفلت الحكومة اليمنية حينها بدفع تعويضات لأسر الضحايا. وفي 12 من ديسمبر 2013 قتل ما لا يقل عن 12 مدنيا وأصيب آخرون، حين أطلقت طائرة أمريكية بدون طيار 4 صواريخ هيلفاير على موكب لأحد الأعراس في رداع بالبيضاء. الإدارة الأمريكية استخدمت بشكل مكثف طائراتها بدون طيار في تنفيذ عملياتها ضد تنظيم القاعدة، وأعلنت أنها تمكنت من اغتيال غالبية قيادة الصف الأول والثاني خلال العامين الماضيين، ولكنها تسببت بمقتل المئات من المدنيين بدون ثمن، ولم تطالب أي جهة يمنية بوقف تلك الغارات، كما لم يتم تعويض الضحايا. يتساءل مراقبون حول ماهية الالتزامات المترتبة جراء الاعتراف الأمريكي بسقوط مدنيين، بينما يرى البعض أن ذلك الاعتراف ليس إلا فصلا جديدا في الصراع بين الأجهزة الأمريكية، ولن ينجم عنه أي تحول في الموقف الأمريكي تجاه الأوضاع في اليمن. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين القاهرة. مساء الخير أستاذة ميساء. مساء. مرحبا بك. في البداية، ماذا يعني الإقرار والاعتراف من قبل الإدارة الأمريكية باستهداف المدنيين في اليمن؟ أعتقد أن عملية بس كان في عليها ضجة، وكانت أيضا توفي فيها جندي أمريكي، فلفت الانتباه. هذا هو السبب، انها لاول مره يقروا بهذا الشيء، ولكن في الاخير الدرونز الطيران الامريكي عادة يقتل المدنيين، يعني هذه ليست المره. نعم. او ربما لانها كانت تنزل، فاحتمال برضو هذه مساله، بس اعتقد انها انزال بري ايضا، وكان في توفي في قتل جندي امريكي، يعني ف
كانت المسألة يعني كانت عملية ملفتة للمعهد الأمريكي. نعم أستاذة ميساء، ربما الجديد هو الاعتراف بأنهم استهدفوا مدنيين، ربما هذا لأول مرة الإدارة الأمريكية يعني تعترف بأنها استهدفت مدنيين في ضرباتها أو عمليتها التي قامت بها في اليمن. هو في حصل سؤال على هذه العملية، بدأ يطرح أسئلة حولها. نعم. لأنه هو العملية لأنها أصابت جزء. طيب أستاذة ميساء، أستاذة ميساء معذرة منك فقط، أتمنى أنه نعود بك الاتصال مرة أخرى حتى يعني هناك إشكالية في الاتصال معك، سنعود بك الاتصال مرة أخرى. اسمح لي أن أنتقل إلى رئيس مركز أبعاد للدراسات والإعلام الأستاذ عبد السلام محمد. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. أنت في البداية قراءتك لاعتراف الإدارة الأمريكية باستهداف مدنيين في اليمن. بيان الإدارة الأمريكية باستهداف مدنيين في العملية السابقة في البيضاء تشير إلى أول نجاح التوافق ما بين الحكومة الشرعية في اليمن والإدارة الأمريكية على إجراءات وضوابط معينة أي عمليات إنزال. الأمر الثاني، لأول مرة طبعا هذا الاعتراف بسبب ضرب، هذا يدل على أن الإدارة الأمريكية ربما غيرت قليلا من أسلوبها في مكافحة الإرهاب. العمليات القادمة والمستقبلية ستكون أكثر ربما من المنفصل. ثالثا هو طبعا رد كون العملية أثارت الجانب الإعلامي وسخط على الهيئة، وهو مأخذ على وهذا هذه المسألة أحرجت الأمريكيين، وهذا البيان يصب كتخفيف من الضغط الإعلامي. نعم. إلى جانب أمور كثيرة، لكن المسألة الأهم أن 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 نشاط الشرعية اليمنية وخاصة على الإدارة الأمريكية في عملية أن تكون أي عملية إنزال مشترى يبدو أن رسالة وصلت، ويبدو أن هناك أن التنسيق نجح في العمليات اللاحقة، وبالتالي جاء البيان إكمالا لهذا التنسيق. نعم نعم. طيب استاذ السلام، اعود للاستاذه ميساء شجاع الدين، تكرم بالبقاء معنا. استاذه ميساء، عودنا لك مجددا. هذا الاعتراف كما يقول الاستاذ عبد السلام بانه من باب يعني الاحراج الكبير الذي يعني منيت به الاداره الامريكيه فاضطرت للاعتراف، هذا الاعتراف هل اتى مثلا بجهود تواصل الحكومه الشرعيه ام ربما المنظمات الحقوقيه التي يعني أثارت القضية باستهداف مدنيين في محافظة البيضاء وكان من ضمنهم نساء وأطفال؟ لا مستحيل أنها بجهود دبلوماسية من الحكومة الشرعية، أصلاً يعني طبيعة عملها الدبلوماسي ضعيف جداً وأداءها أصلاً جميع المستويات. أعتقد أنه لا عمل المنظمة الحقوقية إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذة ميساء شجاع الدين. هناك ربما مشكلة مشاهدينا الكرام. أستاذة ميساء اسمحي لي، هناك ربما إشكالية في الاتصال بكي. أعود للأستاذ عبد السلام محمد وأتمنى أن يكون الصوت واضح. أستاذ عبد السلام تسمعني بوضوح؟ نعم نعم أسمعك. نعم. طيب أستاذ عبد السلام، أنت أيضا تقييمك للعمليات التي تنفذها الآن الطائرات الأمريكية من دون طيار، وأيضا العمليات الإنزال كانت ربما ما حدث في يكلا كان إحراج كما ذكرت للإدارة الأمريكية، وأيضا خسرت الإدارة الأمريكية هناك جنديين وأيضا طائرتين أباتشي، لكنها عادت تكرر نفس العملية في محافظة أبين وفي شبوة، استمرارها وإصرارها على مواصلة هذه العمليات إلى ماذا تريد أن تصل؟ أولا يجب أن نفرق بين العملية الأخيرة والعملية السابقة. العملية السابقة كانت مستعجلة. نعم. من قبل الإدارة الأمريكية وكانت تهدف بدرجة رئيسية إلى جانب إعلان سياسي لصالح الإدارة الجديدة في مسألة البدء في مكافحة الإرهاب، لكن العملية الثانية هناك تنسيق على الأرض مع الحكومة الشرعية بشكل واضح، معلوماتي واستخباراتي، وبالتالي نجح أكثر دقة. والهدف الرئيسي الأساسي أولا
أن هناك تعهدات في الإدارة الجديدة تريد البدء من ضمنها ملف المكافحة، ملف لطالما يعني كانت عليه مآخذ كثيرة في السابق، وأن هناك يعني توجه للإدارة في مسألة الشراكة المحلية في مكافحة الإرهاب، بعكس الإدارة الأمريكية السابقة كانت تعمل وفق إجراءاتها وعملت شهدتها باكستان وافغانستان واليمن بدون علم سلطتها. نعم، ما الذي يمكن للحكومة الشرعية أستاذ عبد السلام أن تستثمره من هذه العمليات ربما الخاطئة والتي أحرجت الإدارة الأمريكية وتوظيفها من أجل يعني ربما تسليم هذا الملف بشكل أكبر، وأن تثق الإدارة الأمريكية بالحكومة الشرعية وتوليها هذا الملف وهي من تتصرف ومن تلاحق العناصر الإرهابية؟ هناك إيجابية وهناك سلبية. الجانب الإيجابي لصالح الحكومة اليمنية أنها تستطيع ملف مكافحة الإرهاب لتعاون كبير ما بين العربي وبين الإدارة الأمريكية، وهذه المسألة تخفف من الضغط على الشرعية في بعض المناطق التي تبدأ من عدم سيطرة الجماعات الإرهابية، وأيضا محاربة الجماعات الإرهابية في مناطق جدا على الحكومة الشرعية في وضعها الحالي وإمكانياتها البسيطة. الجانب السلبي أن هناك قد يكون استغلال في مسألة مكافحة الإرهاب من قبل الإنقلابيين، ويدعون أو يطلبون الشراكة باعتبارهم جزء من مكافحة الإرهاب وليس باعتبارهم جماعات متفردة إنقلابية. ولكن أعتقد إدارة الرئيس الأمريكي مختلفة عن إدارة أوباما، هناك كان تنسيق واضح مع الإنقلابيين وحتى ربما في العملية الأولى، لكن العمليات اللاحقة كلها تمت بقطيعة مع الإنقلابيين وتمت نعم. بالتنسيق واضح جدا مع الشرعية. نعم، طيب أستاذ السلام تكرم البقاء معي، أعود للأستاذة ميسا شجاع الدين القاهرة. أستاذة ميسا، باعتقادك إذا ما تم تسليم هذا الملف للحكومة الشرعية بشكل كامل، هل الحكومة الشرعية قادرة على ملاحقة هذه الجماعات ومتابعتها؟ وكما حدث ربما يعني في حضرموت وفي محافظة أبين كانت الحكومة الشرعية لها حضور كبير بدعم من التحالف العربي، وتم دحر ربما نسبة كبيرة من هذه العناصر ولم وأصبحت أبين محررة، حضرموت محررة، وأصبحت الجماعات تقتصر في أماكن محدودة فقط في هذه المحافظات. ممكن في بعض الجوانب، لكن أعتقد في المناطق الداخلية هي مسألة تحتاج لتنسيق مع المجتمعات المحلية، ومحتاجة لأنه الحكومة تثبت جديتها في المسألة. هي طبعا في حضرموت أيضا كانت تنسيق واسع كبير مع المجتمع المحلي. أيضا الإمارات هي الآن وقعت اتفاق مع أمريكا في التعاون في مسألة مكافحة الإرهاب في اليمن، والإمارات كمان لها أيضا أجندة سياسية معينة في اليمن، فالمسألة هي معقدة شوية. لكن مثلا الإرهاب القاعدة بمعنى القاعدة اللي هي ممكن تقوم بتفجيرات أو شيء، هذه تحتاج لها يعني منظومة أمنية كاملة. نعم، يعني لا يكفي أن أنت تكون فقط تتعامل مع القاعدة اللي هي بتستولي على مدن أو أسماء معروفة مثل عائلة الذهب أو بتستولي على مدن مثل حضرموت، هذه قاعدة لها وجود. لكن في قاعدة اللي هي بتقوم بتفجيرات اللي موجودة في المدن، هذه بتحتاج لشبكة أمنية واسعة، بتحتاج لحضور دولة. نعم، ربما اختفت مؤخرا بعد تواجد الحكومة الشرعية والرئاسة في عدن وأيضا في حضرموت والمحافظة المحررة، اختفت إلى نسبة كبيرة جدا ولم نعد نسمع هناك أي عمليات ربما. حتى الآن آية بشكل يعني تراجع كثير، يعتبر نجاح للحكومة الشرعية كثير. يعتبر نجاح ويعطيها الثقة بأنها ممكن يعني إذا ما سلمت هذا الملف ستكون هي الأجدر بملاحقتهم وعدم ترك ذريعة لاستهداف مدنيين عزل. هذا أكيد، لكن في النهاية ما أعتقدش أن الحكومة الأمريكية ستتخلى عن مسألة استخدام الدرون أو الإنزال الجوي في بعض الأحيان. يعني أعتقد أنه مسألة استهداف المدنيين ما هياش بالضرورة ممكن تفاديها. نعم، فيما يخص يعني الضحايا الذين سقطوا واعتراف الأمريكان، هل باعتقادك سيتم تعويض هؤلاء الضحايا وأسرهم أم لا؟
لا أتوقع هذا. إذا كان والد زه اللي هو كان أنور العولقي، هو أنور العولقي جنسية أمريكية وابنه جنسية أمريكية، وأبوه كان في أمريكا وحاول أنه يقاضي المحاكم الأمريكية وأنه على الأقل دفع غرامة، ولم يصل إلى أي نتيجة بعد سنين طويلة من التقاضي مع المحاكم الأمريكية. لا أتصور هذا إطلاقا. نعم، ألا يمكن يعني عدم تعويض الضحايا، أن يعطي مثلا أو على الأقل مطالبة الحكومة الشرعية بتعويض الضحايا سيعطي أيضا ذريعة أخرى إذا ما تم استهداف مدنيين في المستقبل بعدم تعويضهم وترك المدنيين عرضة لهذه الضربات الخاطئة التي تستهدف أبرياء من النساء والأطفال؟ إذا انتصفت الحكومة الشرعية ستعوض الضحايا تنظيم القاعدة اللي هم بسبب ضربات تنظيم القاعدة، لماذا لا تعوض الضحايا بسبب ضربات اللي تستهدف الحوثيين في الشمال؟ يعني في جميع، إذا كان هذا الحال فليعوض الكل، لا يجوز أنك تعوض طرف تجاه طرف آخر، هذا مستحيل يعني. أما إذا كنت تتكلم على تعويض محاكم أمريكية فأمريكا لم تعوض مواطن أمريكي. نعم، طيب أستاذ عبد السلام، ما رأيك أنت بما تقول الأستاذة ميساء بأن الأمريكان لم يعوضوا حتى من يحملون الجنسية الأمريكية في أمريكا باليمنيين، وإذا كان هناك من تعويض يجب تعويض كل ضحايا الطيران الذي يعني تقصد ربما طيران التحالف العربي الذي يقصف في بعض المحافظات اليمنية؟ اولا يجب التفريق بين الموقف القانوني في امريكا والموقف الامريكي من مساله الضحايا. نعم. الموقف القانوني بناء على اعلان الولايات المتحده انها اخطات في هذه الضربه وقتل فيها مدنيين يحق لاسر هؤلاء رفع دعاوى امريكيه، او يحق لوكلاء محامين داخل الولايات المتحده رفع دعاوى. نعم. وربما دعوى في محاكم اخرى طالما هناك اعتراف رسمي. يختلف الامر عن سابق، وهذا كما تحدثنا لاول مره الامريكيين يحققون في قضيه ما، وبالتاكيد ان لها تبعات عليهم طالما هناك اعتراف. نعم، الواضح من الاداره الامريكيه استاذ عبد السلام الجديده بانها ربما هي من تتولى زمام المبادره، وهي تريد أن تنفذ هذه العمليات بمفردها بعيدا عن الحكومة الشرعية اليمنية، هل هذا الطرح فعلا إلى حد كبير واقعي ومنطقي؟ لا هذا مطلقا واضح جدا أنه بعد العملية الأولى بدون إذن الشرعية أن هناك تواصل وتنسيق مخابراتي واسع بين الحكومة الشرعية والإدارة الأمريكية اللاحقة، وبالتالي كان بالنسبة للمدنيين أقل وتنسيق ارتفع مستواه. والإدارة الأمريكية يعني طبيعي هي تعرف ككبير في هذا العالم بغرور، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتضرب بدون، لكن ما حصل أن حسب معلوماتي أن الأخيرة كان هناك تنسيق واضح جدا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد عبد السلام محمد عفوا رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.